السلام عليكم الاسران، معكم كابري. كيف ما شفتوا في العنوان الخوت، اليوم غنهضروا على برودوي ديال اوديو تكنيكا M40X. صراحه هذا البرودوي هذا بارني بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، وغنبارطاجيهم معكم كاملين ان شاء الله في هذا الفيديو. الوغ كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا الخوت دابا، غير الشكل الخارجي ديال الكاسك كيتميز بواحد الجماليه اللي هي زوينه. ديزاين ديال اوديو تكنيكا صراحه زوين بزاف، اصلا كترتاح ليه. والحاجه اللي جاتني غريبه فاش مشيت نشري هو انني لقيت الكرتونه ديالو كبيره بزاف. انفو غنحل الكرتونه غنشوف واحد الشكل بحال صايبوا واحد ديزاين ديال الوجه تقريبا في هذيك الكرتونه ديال الاوديو تكنيكا. الو هادشي كامل خلاني نفرح، حسيت باللي فلوسي ما مشاوش في والو. كيف ما كتشوفوا معايا الخوت هنا، الكابل ديال الكاسك كيديبرونشا. اغلب الكاسكات اللي تيكونوا عندكم الا غيخسروا لكم، غيخسروا لكم غير من داك الراس ومن ديك البلاصه. هذا اصلا واخا يخسر لك تقدر تبدل غير الخيط، واصلا ما غيخسرش لك حيت الكاليتي ديالو واعره بزاف. والحاجه اللي عجبتني عاوتاني هو انه البرودوي كيوصلوك معاه جوج ديال الخيوطه. كيف ما كتشوفوا الخوت، هذا هو الخيط الاول اللي كيتعطاك معاه، هو واحد الخيط داير يعني كيبقى يتجمع غير بوحدو. بحالي انا الخوت هنا في هذه البلاصه هذه ما عنديش لي سباس كبير، يعني غيبرزتني الخيط الا كان طويل بزاف غيبقى يتخبل ليا. وخيط اخر الخوت نورمالمون هذا كيتستعمل الا كنتي في واحد لاكابين ديال التجار وعندك شي ارتيست بغى يسجل شي صوت ولا شي لعبه، ما تيبرزطكش هذاك الاخر اللي تيكون مجموع. الوغ كل خيط فيهم كيدير خدمته. والحاجه الاخرى الخوت اللي عجبتني في هذا الكاسك هو انه تيوصلك معاه واحد الساشي صغيور تقدر تجمع فيه الكاسك ديالك اللي كنتي مديبلاسي. وانا كنديبلاسا بزاف الصراحه، بعض المرات كترشق ليا تنبغي نمشي كومبوزي في شي قهوه ولا شي لعيبه. الوغ الكاسك صراحه كيتبدل الشكل ديالو بواحد الطريقه عجيبه، الكاسك كامل كيقدر يتجمع ويولي الشكل ديالو زوين وفي الوقت خفيف وكياخذ شكل صغر، باش انك تتجمعو في ديك التويشيه ديالو الخوت كتمشي ديبلاصا به فيما بغيتي. دابا الخوت غنقربكم البرودوي اكثر. كيف ما كتشوفوا الخوت، الجلد ديال الكاسك قاصح وزوين، كاليتي ديالو زوينه، او ميم طون مرتاح بزاف، كيخليك تميكسي بيه ولا تستعملو في ودنك لمده طويله، ما كيضرك لا في ودنك لا حتى شي حاجه. زائد ان الكاسك كيتجبد على حسب الحجم ديال الراس ديال كل واحد، وانا مع هاد الشعر اللي عندي الخوت راه كبير يعني وكيقدني. او ميم طون بغيت نصغرو فاش كنكون جامع شعري راه تيقدني ما تيدير ليا حتى شي مشكل. وكيف ما كتشوف الخوت، السماعات اللي فيه راهم ايزولي، الا كنتي غتسجل بيه غتستعملو زعما كاين في التسجيل ديال الراب وكذا. بحال مثلا هذا هو المايك قدامي، تيكون الكاسك مسدود على الودان، الصوت ما تيخرجش. يعني فاش كتمشي تشوف لابيس ديالك اللي سجلتي، ما تتلقاش باللي سجلتي الفيرس ديالك مثلا وكتسمع ورا حتى الصوت ديال الانسترو. وفاش كدير الكومبريسيون كيطلع لك الصوت ديال الانسترو وسط الفويس وكطيح في مشاكل وكذا. فاش كتستعملو في السجال ما كيخرجش لك الصوت ديال الانسترو الميكرو بصفه نهائيه تقريبا، خاصك غير تعرف تتحكم في هذاك الشيء مزيان. الوغ هاد المميزات اللي دويت عليها الخوت كتخليك الكاسك لايق بزاف الحوايج، يعني لايق الناس اللي كيديروا مثلا الراب وبغاو يستعملوا غير التسجيل، لايق الناس اللي كيديروا الميكسينغ، ولايق الناس اللي كيديروا الكومبوزيسيون. انا مجرب كنكومبوزي بهذا الكاسك هذا صراحه، وكنخرج به كارتي زوينه فاش كنسمع الانسترو اللي صايبت ولا شي لعيبه بمونيتور اللي هما كبار ولا شي لعيبه، تنشوف نفس داكشي اللي خرجت بالكاسك، ما كاين حتى شي مشكل في الصوت لا حتى لعبه. وكنتمنى هاد الفيديو تكونوا استفدتوا منه، خصوصا الناس اللي هما كيسولوا شنو هو الكاسك اللي مناسب وكذا وكذا وكذا. الا جاو لكم في بالكم الخوت دي برودوي اخرين بغيتوني نهضر عليهم بحال لاكارت سون بحال الميكروفون، وخلوا لي التساؤلات ديالكم كاملين الخوت، شجعونا ان شاء الله باش نكمل لكم في هذا البلان ديال الريفيو. نبقى كل مره نبين لكم برودوي جديد ونقول لكم شنو هما الحوايج الزوينين فيه وحتى الحوايج الخايبين فيه الا بانوا ليا. خلونا الاقتراحات ديالكم ولا التساؤلات ديالكم في الكومنتيرات الخوت، ما تنساوش ديروا لايك باش تحفزونا نديروا فيديوهات جداد. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بيس.